خلينا مع حضراتكم ناخد مداخلة مع دكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ونعرف أكتر عن اهتمام السيد الرئيس بالأمن الغذائي واللي دائما ما يأمر بالمتابعة لهذا الموضوع. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بيك استاذ ولفت، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. خليني تحياتي ليكي ولكل الساده المشاهدين. تحياتي وتقديري يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. دكتور نظمي، خليني اعرف راي حضرتك في هذه التوجيهات واهميتها على الامن الغذائي وكمان على قطاع الزراعه واللي بيهتم بيهم بشكل خاص جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في البدايه طبعا كل التوجهات السياسيه النهارده مهتمه بالزراعه جدا، ما يفعله سياده الرئيس والقياده السياسيه في مجال الزراعة حاجة غير مسبوقة الحقيقة. النهاردة كل الملفات الزراعية بتتفتح وبتتشاف، لأن احنا لو ما اشتغلناش بحلول غير تقليدية هيبقى عندنا مشكلة بسبب حضرتك عارفة ندرة المية والتغيرات المناخية والمشاكل الكتيرة اللي بنواجهها في الفترة اللي جاية. سيادة الرئيس اتكلم على موضوعين، الموضوع الأولاني موضوع الزيتون، والحقيقة مصر متميزة جدا في صناعة وزراعة الزيتون، وعندنا أصناف كتيرة قوي موجودة وأصناف عالمية زي البيكول والمنزانيلو والكلاماتا والعجيزي. الإنتاجية العالية إن شاء الله السنة دي، الجو برد جدا فإنتاجية الزيتون هتبقى بإذن الله كويسة، وبالتالي إحنا كنا نفتح أسواق خارجية وصناعة واستخراج الزيت هيبقى حاجة كويسة جدا جدا. الجزء الثاني برضو اتكلم سيادته عن أو أشار سيادته إلى موضوع قصب السكر. حضرتك عارفة أن قصب السكر هو زراعة مجتمعية قائمة على مجتمع كامل في الوجه القبلي، وهو مرتبط بكيان كامل لهذه المحافظات اللي بنكن لها كل احترام وتقدير. صناعة قصب السكر أو زراعة قصب السكر كانت بتمر بمشكلة كبيرة جدا، وهو بسبب أنه بياخد مية كتير قوي والإنتاجية كانت منخفضة، فتعمل حاجتين. هو تم تطوير طرق الزراعة بالشكل، لأن كان بيتزرع بتكسير العيدان وزراعتها وتاخد وقت ويبقى فيها بعض الإصابات وبعض الانخفاض في المحصول. فالنهاردة كنا أن احنا نعمل تكاثر القصب بالشتلات ثم تطوير برامج الري النهاردة عشان نرفع الإنتاجية تصل لـ40 طن أو 45 طن، ونقلل المية اللي بتستهلك من 12 من 1000 طن للفدان لحوالي 10 أو 9 أو 8. معنى كده أن 300,000 فدان بتوع قصب السكر هيزيدوا والإنتاجية هتعلى وهنقدر نسد. انا ما عنديش فجوه في السكر، لكن في الحاله دي مش يعني ما نتوسعش في زراعات تانية، لكن ال 300,000 يجيبوا انتاجيه 600,000، وبالتالي احنا بنوفر ميه وارض لحاجه تانية. بشكرك جدا يا فندم، وان شاء الله الخير لمصر. بشكرك دكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعه عين شمس الاسبق، بشكرك.